مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الجولة عبر قناة الجزيرة المباشر في مختبر العلوم بمركز القطان. هذا المختبر الذي يجمع ما بين مختلف الأفكار العلمية التي يشاهدها الأطفال ويتعلمها في مدارسهم ومن ثم يطبقونها على الأرض بعد أن يدعموا من قبل المؤسسات العاملة في قطاع غزة. في مؤسسة القطان حيث مختبر العلوم كما سنلاحظ الآن، كل طفل لديه موهبة ولديه شيء تعلمه في الدراسة سيطبقه على بشكل عملي في هذا المكان. أبدأ بالحديث مع الأستاذ منسق المشاريع في هذا المكان أستاذ عيسى الأزبط. أستاذ عيسى، لو وضعتنا في لمحة عن هذا المشروع الذي يعني تدعمون فيه الأطفال في مؤسسة القطان. تمام، احنا في برنامج علوم مركز القطان للطفل بنقدم مجموعة من الأنشطة والدورات والبرامج لتدعيم الثقافة العلمية للأطفال. في عنا أكثر من مجال علمي نقدم فيه خدمة للأطفال. عنا أول إشي الدورات العلمية، في مجموعة من الدورات تعطي الطفل مساحة تفاعلية إنه يقوم بتنفيذ وتطبيق أفكار بتمر على خاطر الطفل إلها فائدة للمجتمع، بيمارس فيها مفاهيم العلمية بطريقة جديدة، إضافة مجموعة من الأنشطة. من الملاحظ في فترة الصيف إقبال كبير على المركز، وفي برامج العلوم يكون عندنا كثير إقبال على نشاط فاب لاب، فابريكيشن لاب. هذا نشاط مع الطفل فيه مساحة إنه يبتكر ويصمم مشروع علمي من ابتكاره، بيستعمل فيه العلوم بطريقة إيجابية بتخلي المجتمع بشكل عام بيزيد وعيه تجاه الثقافة العلمية بشكل كبير. إضافة لنادي أطفال قطان للعلوم، السنة هذه كان عندنا مجموعة من المشاريع والمعارضات العلمية. هذه المشاريع كانت لها مجسمات قريبة من الواقع أكثر من السنوات السابقة. إضافة لمعارضات علمية، هذه المعارضات للأطفال والمجتمع بيمارس فيها المفهوم العلمي وبلامس بشكل كبير، زي سريع نيوتن، زي موديل ويف، أو زي الدراجة المضيئة. طبعا هذه بتكون بساعد الأطفال، والأطفال عملوا سكتشات ورسومات تقريبية أولية لإلها وساعدوا في تصميمها، وكذلك قاموا بالإشراف عليها أثناء تنفيذها في الورشات الفنية. إضافة لنشاط مجموعة من المخرجات في نشاط الفابريكيشن لاب، هو نشاط أسبوعي بنفسه المركز، بنعطي المساحة لأي طفل حابب يصمم أو يبتكر فكرة من اختراعه. هنا مجموعة من المشاريع بتحكي عن الخلايا الشمسية، بتحكي عن الطاقة المتجددة، بتحكي عن الأمان للأطفال، بتحكي عن مبادئ أخرى. إضافة لدورة متخصصة بننفذها بشكل دوري، دورة تصنعها بنفسك، وهي حيكون لها مجسم حنشوفه مع الأطفال إن شاء الله. بتحكي عن السنة هذه كأنها ثيم علمي معين بتركز على القوة الهيدروليكية ومبدأ الهيدروليكي. شكرا جزيلا. سأتحدث الآن مع الأطفال حول مشاريعهم التي قاموا بعملها في هذا المركز. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا عيسى عبد الرحيم أبو سلمية من نادي العلوم من مؤسسة مركز القطان للطفل. مشروع عندنا دراجة تكون من نظام دراجة هوائية. زي ما بنعرف احنا الدراجة الهوائية الشعب كله بيستغلها لحركة، يعني نستفيد من الحركة. هنا في عندنا دينامو، في دينامو موجود. الدينامو هان وظيفته بيستقبل الطاقة الحركية بحولها لطاقة كهربائية. كمان في ظل وجود انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر بنستغله، انه هنا في نقدر في يعني نقدر نشحن جوال وإضاءة وفي نفس الوقت رياضة للجسم. وكمان بتكون النظام من دائرة حماية ودائرة تنظيم فرق الجهد. دائرة الحماية بتحمي الأجهزة، ودائرة تنظيم فرق الجهد بتنظم فرق الجهد. إذا حابين نجرب نشوف. تفضل جرب. تمام، يعني أنت من خلال هذا النظام يعني حابب إنه يكون في عمل يراعي موضوع الصحة، بالإضافة إلى أنه يعني ممكن يستخدمه في شحن الجوال، ويعني مواكبة التطور الموجود مع رعاية الإنسان الصحي. مظبوط. كمان مش شرط يكون شاحن جوال. هنا عندنا الدينامو 15 فولت، ممكن احنا نكبر الدينامو ونجيب مثلا شاحن يو بي اس. شاحن اليو بي اس بنستغله في اكثر من يعني اضاءه، او نقدر نستغله في اشياء كثيره. اشكرك جزيلا. ننتقل الى طفل آخر. يعطيك العافية. الله يعافيك. احكي لنا عن مشروع. أنا بشير طارق سمور من نادي القطان للعلوم. هان في عنا سفينة تعمل بالطاقة الشمسية. وضعنا هان خلية شمسية تمتص أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة كهربائية. الطاقة الكهربائية بتعمل على تشغيل المولد، والمولد بيعمل على تحريك السفينة زي ما أنت شايف بدور المولد، وهذا الزر بشحن الخلية.
تمام، خلينا نتحدث مع طفل آخر، يعطيك العافية. الله يعافيك، أنا اسمي آدم أبو ربدة، بدي أحكي لكم اليوم مشروعي سيارة بطاقة شمسية. أنا نفس الفكرة، بس هذه السيارة بتشتغل بالدفع الرباعي، إنه حطينا هنا مطور وهنا مطور إنه يشتغل بالدفع الرباعي. حطينا البطارية المخزنة جوا داخل الهيكل هذا علشان يعمل حماية للبيئة ويبطل فيه تلوث بالبيئة. تمام، هذا تعلمته في المدرسة ولا دورات خارجية؟ دورات نادي العلوم احنا اخذناها، انه تعلمنا انه احنا كيف نعمل نجيب فكرة ونطبقها. تمام، اشكرك جزيلا. ننتقل الى ايضا طفل اخر، يعطيك العافية. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في معرض العلوم، انا اسمي عمر شعبان الحداد. هذا المشروع اسمه التلفاز الذكي. هذا المشروع احنا عملناه عشان يحل مشكله الجلسه الخاطئه للاطفال، لانه في اطفال كثير لما يقعدوا على التلفزيون بيقعدوا جلسه خاطئه، فهذا ممكن مع مرور الوقت تؤدي لمشاكل صحيه في العمود الفقري. الجلسه الصحيحه لازم يكون ساند ظهره، لما يسند ظهره حيدو التلفزيون، اذا تحرك يمين او شمال او لقدام، إذا تحرك يمين طفى التلفزيون، تحرك شمال طفى التلفزيون، قدم لقدام حيط التلفزيون. يعني هذه بتتحكم التلفزيون شغله إنه يشتغل، لازم يكون مربوط بجلسة الشخص على الأريكة يعني. صحيح. طيب هذا أيضا من ابتكارك ولا تعلمته في المدرسة؟ هذا من ابتكاري. تمام، يعطيك العافية. خلينا نتحدث عن مشروع آخر. هذا المشروع اسمه المقبس الذكي. في أطفال كتير بغياب الأب والأم بيجيبوا مكواية، فرد سيليكون، كاوي، ممكن يشغلوا الغاز اللي على الكهرباء، فممكن يؤدي إلى يحرق الدار كلها. فهذا احنا سابكين وعاملين كل حاجة، بس هذا مش ضاوية. ليش؟ لأنه خلينا أمام الكاميرا نشوف. أنت الآن عامل هذا المقبس بباسورد، صحيح؟ باسورد. نحط يعني الباسورد. نعتبر أنه هذا مكوى الموجود، الطفل مش حيقدر يشغله إلا يحط الباسورد. الباسورد 3 5 7 9. أوكي، هيك على فرض أي جهاز كهربائي، صحيح؟ صحيح. تمام، أشكرك. خلينا ننتقل إلى أطفال آخرين، يعطيك العافية. الله يعافيكم، أهلا وسهلا فيكم مركز القطان للطفل، أنا الطالبة شروق البنا. وأنا سجى رجب. اليوم معروضتنا اسمها سرير نيوتن، اللي هي بتشرح مبدأ قانون نيوتن الثالث، اللي هو بحكي إنه لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. يعني ملخص القانون إنه بحكي لك إنه لو سحبنا كتلة من هذا الاتجاه بالمقابل في الاتجاه المعاكس نفس الكتلة راح تندفع. مثلاً هل حنسحب كره واحده اللي هي بتمثل كتله واحده، في الاتجاه المقابل حيكون بس كتله واحده حتتحرك. لو سحبنا تنتين في الاتجاه المقابل كمان تنتين. احنا الهدف من هذا انه في المدرسه حناخد مثلا القانون، ناخد احنا قوانين نيوتن الثلاثه بس بنطبقش، بس بنحفظه بس للاختبار مثلا. هو شيء جميل انه تطبيق ما تعلمته في المدرسه. ننتقل ايضا الى طبعا مشروع اخر، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيكم في مركز القطان للطفل، انا اسمي ايمان عبد العال، عضو في نادي العلوم. هذا مشروعنا المدينه الهيدروليكيه، بيعمل عن طريق قوه ضغط السائل. مثلا هي هذا مكبس هيدروليكي، مكابح السيارات. هلا السياره اشتغلت هيك، لما ندعس على المكبس راح يتوقف، لما نسحبه برضه حتشتغل. يعني على مبدأ اللي هو الدفع بالماء ولا بالهواء؟ بالماء. طيب خلينا نتحدث أيضا مع طفل آخر حول هذا المشروع، يعطيك العافية. إيه الله يعافيك، أنا حيدر الغزالي، عضو في نادي العلوم في مركز القطان للطفل. اليوم في عنا المشروع اللي بيعمل على النظام الهيدروليكي. مثلا في عنا الجسر اللي هو في هذه يعني في هذه اللحظة بيساعد على مرور السيارات، لما نعمل زي هيك بيساعد على مرور السفن من تحت. وفي عنا هان المصعد. يعني كل الفكرة هنا قائمة على موضوع المكبس الهيدروليكي. مبدأ واحد اللي هو ضغط السوائل. مثلاً في المصعد. تمام. طبعاً هذا ابتكاركم أم تعلمتوه في المدرسة؟ تعلمناه في المدرسة بس ما كانش في التطبيق العملي.
تمام. إذا هي مشاهدينا هي فكرة أنه الطفل يطبق ما تعلمه بشكل عملي، هذا هو أهم شيء في هذا المكان. سأنتقل إلى مشروع آخر وهو مولد الموجات. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنا محمد. مع حالكم؟ محمد الحليمة. ياسمين أبو الطيف. أنا أعضاء في نادي. خلينا نتحدث عن مشروع. طبعا فكرة المشروع هي نموذج بوضح للأطفال فكرة السلوك الموجي وورجيهم الأمواج في الشكل اللي هم بيشوفوه فيه، يعني مثلا ضوء بيشوفوه انه ضوء عادي لكن هو بالأصل أمواج تتحرك بهذا الشكل بسرعة كبيرة جدا اللي انت تقدرش تدركها. الحلو بالفكرة انها بتفهم الأطفال كيف بيمشي السلوك الموجي بطريقة سهلة وعلمية. يعني الهدف انه الايضاح بالرؤيه للاطفال. طيب اشكركم جزيلا والى اخر مشروعين في هذا المكان، مشروع الزراعه بالاشعاع. يعطيكم العافيه. عرفونا عن نفسكم. سمر حلبي من نادي اطفال العلوم. كرم مرتجى عضو في نادي العلوم. حدثنا كرم عن فكره المشروع. هذه زراعه بالليد، زراعه تستبدل ضوء الشمس في انتاج النباتات. نستطيع إنتاج النباتات بدون استخدام ضوء الشمس عن طريق توليد نوع إشعاع مناسب للنباتات للنمو. تستطيع هذه النباتات أن تستغله وتعمل منه العمليات الفيزيائية والكيميائية وعملية البناء الضوئي. تمام. شو اللي يعني خلاكم تحبوا هذا المشروع أو تستهدفوه؟ لأنه في بيوت كتير فيش فيه بتخرج فيها شمس وبتكون أحياناً بالعتمة كتير، ممكن يعني للتغلب على البيوت التي لا تصلها إشعة الشمس. وبده يزرع، ممكن يزرع باللدات بمكان معتم زي هذا وبتنبت النبات. يستعيد باللدات بدل الإشعة. باللدات الحمراء للأوراق والزرع بتنبت من خلال. شكرا جزيلا. طبعا آخر مشروع في هذا المختبر العلوم. يعطيك العافية. الله يعافيك. راجل الدائري، عارفين عن نفسك في الأول وشو المشروع؟ أنا اسمي حلا أبو نحلة من مركز القطان للطفل، عضو من نادي العلوم. هلا الكراج الدائري بحل مشكلة نقص المساحة على الكرة الأرضية بشكل عام وفي غزة تحديدا. هذا الكراج بيعمل فكرته أو بيعتمد على التخزين العمودي بدل من التخزين الأفقي، فبقلل المساحة المستهلكة وبيعطينا مساحة زيادة وبتاخذ نفس الوقت يعني من 9 إلى 12 سيارة. هذا الكراج بيعمل في الكهرباء بواسطة موتور. هذا الموتور بيعمل لنا حركة في الكراج وبيخلينا نحط السيارات زي ما بدنا. طبعا احنا بنقدر نعدل او نضيف من عندنا أنظمة زي أنظمة سرعة وأنظمة تحكم. في مجال تشرحين عنه يعني الشغلية ولا؟ هو حاليا لا مش حقدر اشغله. طيب تمام. كم حكيتي عدد السيارات ممكن يستغل هذا؟ ممكن 12 سياره. 12 سياره. هو هذه الفكره استغلوها في اليابان وزبطت، واحنا هلا نفذناها عشان نفرجيها للعالم اللي ممكن يعني اذا كان في اهتمام اكثر يتم تطبيقها. صحيح ممكن. تمام. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا وضعناكم في صورة بعض المشاريع التي يستغل هؤلاء الأطفال الدعم لتنفيذها في مركز القطان. طبعا كل المشاريع مجرد يعني مشاريع قد تكون بعضها بسيط وقد تكون أفكارها إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل تحل كثير من المشاكل الموجودة في قطاع غزة. هؤلاء الأطفال أبدعوا في استغلال ما تعلموه لتطبيقه بشكل عملي في هذا الميدان، وبالتالي مزيد من الاهتمام بهؤلاء الأطفال وغيرهم قد يكون نتائجه إيجابية على المجتمع بشكل عام. مشاهدينا دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.